الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخونا اتكلم عن ثلاث محاور من الأفلام المحور الرابع اللي هو بناء الشراكات. في العمل الإنساني في قواعد وثوابت. الشراكة أصبحت ثابت من الثوابت. التواصل أصبح ثابت من الثوابت. المعلومة أصبحت مشاركة المعلومة أو معرفة المعلومة أصبحت ثابت من الثوابت. مفيش معلومة تحتكرها لنفسك، لأن أنت وجمعيتك ملك المجتمع. مال الجمعية ملك المجتمع وملك الفقير. لا يتصدق به أحد علينا. الأرملة في اليمن أو في الصومال أو في جيبوتي أو في ميانمار هي صاحبة المؤسسة. ناس رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي أو الأمناء أو حتى المانحين. المانح إنما يعطي ينقذ نفسه أمام الله سبحانه وتعالى. في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. أصبحت الأشياء دي ثوابت. ثوابت لابد أن نعمل من خلالها. لا تستطيع زي ما كنا عثمان نتكلم لا مؤسسة ولا دولة تحل مشكلة مدينة لوحدها. أن الجمعية هي المجتمع. مشاكل كثيرة بتواجهنا في العمل الإنساني نحن بعيدين عن فكرها الإنساني. نتكلم عن كل هذه الأشياء. نحن لا نستثمر ولا نستثمر في العمل الإنساني. الاستثمار في العمل الإنساني هو إيمان برؤية وإيمان برسالة وإيمان بمهمة وإيمان بقيم. إن لم يكن لنا رؤية ولا رسالة ولا مهمة وخيامنا إحنا بنحولها لكي الناس إيه؟ لكي نعيش رؤساء لهذه المؤسسات إلى الأبد الآبدين. وابد الضغط. مشكلة كبيرة جدا عندنا. الاستثمار في العمل الإنساني هو توازن أو تواصل القيادات من الشباب ومن النساء. كلهم في مجتمعنا له دور في البناء وله دور في العمل. إذا كنا هنتكلم عن قضية اليمن أنا أعتقد أن الشعب اليمني من الإبداع أكثر من أكثر الشعوب العربية الأخرى. الشعب السوري كذلك. ولا نتعامل معهم بفوقية ودونية على الإطلاق أنهم أصحاب الحق وأصحاب المال. ولذلك لما ننظر لشعوب أقامت حضارات وعندها ثقافات ولها رؤى وإبداعات لابد أن نتعامل معها بتوازي أو ندية ليس بدونية وفوقية. دي القاعدة في العمل الإنساني. المال عمره ما كان هو حل المشاكل. مال جزء من الحل وليس الحل. مال ميسر وليس غاية فهو وسيلة. لذلك لابد أن من خلال رجالنا أن نوظف المال لتحقيق الرسالة بتاعتنا وإنجاز المهمة وترسيخ القيم التي نتفق عليها جميعا. رسالة ومهمة وقيم وأدوار للشباب وأدوار للنساء وأدوار لكل أبناء المجتمع. كافة الأطياف المختلفة. العمل الإنساني هو رسالة الدول العظمى. وهو القوة الناعمة التي لا تستطيع أن تقف أمامها أي دولة. ولذلك آمنت به الدول الغربية وأفردت له ملايين المؤسسات. سواء كان في أمريكا أو فرنسا أو بريطانيا أو ألمانيا ووضعت له أو خلفه أو معه مئات المليارات من الدولارات أو الدينارات أو الجنيهات. ونحن نقزم عملنا الإنساني أننا نحزمه أو نجمعنه أو نمذهبه. وهو فضفاض في أبعاده بعيد في آفاقه متلامي في ثماره في كافة أنحاء العالم. ندخل حيث لا يدخل الآخرين. نتعامل مع من لا يتعامل معهم السياسيين. لأننا إنسانيين. العمل الإنساني مسار. مفيش خلط أوراق. تلخبطوش الامن والمخابرات. تحبوا ابيض او اسود او احمر او اخضر او اصفر. تخش في الرمادي صنفوها. انا النهارده كذا وبكره كذا وبالليل كذا وكذا، لا كذا وكذا ده ما ينفعناش. نحن لا نتعامل مع جمعيات، نحن نتعامل مع انظمه سياسيه وانظمه امنيه وانظمه استخباراتيه
ودول. تنظر لقيمة العمل العربي الإسلامي الإنساني والعمل العربي الإسلامي الإنساني. إن إحنا لاعبين جدد ومؤثرين في العالم كله. العمل الإسلامي الإنساني أصبح مؤثر. وأصبح له إطلاقات وفعاليات في كافة أنحاء العالم. كنا بنتكلم معانا هنا هي الدراسة الإسلامية العالمية موجودة عمرها كم سنة؟ 30 40 سنة؟ 40 سنة تقريبا مش كده؟ يعني أنا أصغر منها بحرف. أنا أصغر منها مش كده؟ لا أنا أصغر أنا أخوك 25. دايركت اند هو العمل المباشر اللي هو الاسم القديم اللي هو دايركت المستشفى الفقه القديم بقى بتاع 50 سنه او حاجه 40 سنه. فلما ننظر لمثل هذه الفعاليات العالم يحتاجها، لكن لابد ان نؤطر اعمالنا ونحن ندفع اموال في التأطير، ندفع اموال في الابحاث، وندفع اموال في بناء القدرات. ونريد ان الدولار ولا الدينار ولا الجنيه ينط من جيبي يخش في بق اليتيم بلا مصاريف اداريه. لن يكون ولا يجوز. اذا كان في فقيه شرعي زي امثالكم، احنا بقى فقهاء مجتمعيين نفتي في الفقه المجتمعي. انتوا افتوا في الفقه الشرعي، لكم ما لكم ولنا ما لنا. والناس تفتي في الفقه الطبي والفقه السياسي والفقه ممتاز، كلها اعتمادات. لكن انا اتكلم في تخصصي، فالتخصصي ان انا بتكلم على مسارات لعمل انساني يبني رؤى وبيعمل قدرات. طب واحنا عندنا مشاكل، اصحاب مشاكل. احنا دلوقتي عم نتكلم عن اربع قرارات، بنتكلم عن اربع محاور استثمار في العمل الانساني، ليس فقط في المشاريع لكن في بناء الاشخاص. فكان الاشخاص دول اللي هم في الميدان او الاشخاص اللي عم نتكلم عنهم اللي بيشتغلوا معانا في المكاتب. الامر الثاني احنا نتكلم عن التشابك والشركات. نختم بكلمه واحده، ان الحل لمشاكلنا ان نبني مجتمع مدني. نبني مجتمع مدني. الدول التي ليس بها مجتمع مدني هي دول هشة، سهل افتراقها، سهل تفتتها، سهل تحويلها لدول فاشلة. المجتمع المدني هو الذي يستطيع أن يركض قواعد المجتمع وأطيافه المختلفة. وهذا كان جزء من بناء الدولة الإسلامية عن طريق الأوقاف. في مضى بكل المشاهد كان بإيه؟ المواطنين وليست الدولة. الدولة لها دور، مؤسسة المجتمع المدني لها دور، وكذلك اللي هو القطاع الخاص له دور. أما الأبحاث اللي إحنا لا نؤمن بها، مفيش ولا مؤسسة إنسانية عندنا بتفرض مجال الأبحاث، والمراكز الفكرية اللي هي ثينك تانك مش موجودين على الخريطة أبدا عندنا، وده يعتبر قصور في أمة وصفها. الله سبحانه وتعالى بيقول يا أمة كفرة وأمة العلم وأمة كذا وكذا وكذا. لابد أن نستثمر، لابد أن نستثمر في البحث وفي الفكر وبناء القدرات ومشاركة المجتمع من القاعدة إلى القاعدة. السلام عليكم. شكرا لك دكتور هاني. المتحدث الثاني الدكتور عطاء المنان بخيت. دكتور تفضل. دكتور